حكم سماع المسلسلات وتفويت وقت الصلاة للصغار الأطفال والكبار. أول حاجة المسلسلات دي أخواننا من غير تفويت وقت الصلاة حرام، بل فيها بعضها فوق الحرام فيها استهزاء بشعائر الدين، وبعضها فوق الحليفة بغير الله، ولا ما في؟ يجيبوا لك واحدة ممثلة تقول لك وحياتك، ولا ما في؟ خلاص حليفة بغير الله، وفي وحدات بيلمعوا في الصوفية والقبور وبيستهزوا ببعض شعائر الإسلام كاللحية والحجاب والتقصير وغيرها من الشعائر، بل بيمثلوا الصحابة. يجيبوا لك واحد فاسق من أفسق خلق الله، مرق من استوديو بتاع تمثيل فيلم فاحش وبتاع زنا قدام الكاميرات، يجيبوا لك في صورة حمزة زي الفيلم بتاع الرسالة ده عمله الشيعة. جايبين واحد اسمه عبد الله غيث ممثل قال حمزة رضي الله عنه، عرفته؟ ويطعن في الصحابة ويشوه في صورة الصحابة رضي الله عنهم، فده كله ما بجوز يا أخي. شوفوا على الصغار ناس توم انجيري الكديس والفار. الشافع بدل ما كان ولد سوي، والولد لما يبقى سوي يا أخواننا في دنيا ودي بيتوفق، يقلبوا له الموازين إنه الفار بهرش الكديسة، والله جد، ويجيبوا لك الفار لف لك الكديس ودق به واطى. الشافعي تلقاه بخاف من الفيران، فهمته؟ ده جانب. يقلبوا له موازين وحاجات زي دي كثيرة. يجيبوا لك الفار قطع راس الكديس، أو الكلب قطع راس الكديس وجدعوا بعيد، الراس برا وجا جاري طق 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 ركب فوقه. الكلام ده شنو؟ القناة بتاعت ام بي سي سيري مش قبل فترة كان فيها مسلسل واحد اسمه جبار، واحد اسماء الله الحسنى كلها، واحد اسمه متكبر، واحد اسمه مصور، هذا مصور جاب بنية وهذا جبار وكذا، استهزاء بأسماء الله، ده كفر وإلحاد. الأولاد بيسمعوا ده جانب كفر. تجي تلقى الفسق والفجور، يجيبوا لك توم الكديس، شاف له توم كديسة، انت أولادك صغار لسه ما بلغوا وانت ماشي عشان تاكلهم ويتعلموا ويطلعوا لك ناس صالحين وينفعوا المجتمع، لكن التلفزيون بيربي فوقه على الفسق. يجيبوا لك القلب بتاعه بدق زي الجلد بيقى زي الكيس لما ينطبع ويجي مما شافتهم وعيونه انقلبا قلوب ورديه، الجماعه بملوا فوقي، عرفتها؟ وشغله جايطه، شغله جايطه يا ناس. الكلام ده ده تعليم وتأجيج للغرائز بتاعت الأطفال من صغار. ده غير ناس القراي، ديل برام ده مسلسل تاني كمان، ده مسلسل نحن عايشينه من غير كلمة مباشر فوق، من غير شاشة. ده غير ناس القراي الدارين يحذفوا القرآن. خلاص؟ تاني تعال شوف تلقى كثير من البيوت تلقى الأب والأم والحبوبة كلهم قاعدين يحضروا في ملكة جانسي. مرة قال دوخت الإنجليز قالوا. مرة هندية، انتوا ركشة؟ انت حضر لكم مرة هندية؟ كويس؟ وعملها لك بطلة ومتبرجة وكلام فارغ كثير. وجايبين مسلسل تركي برضه، صح ولا ما صح؟ عرفتها؟ فيه وجايبين واحد اسمه العشق الممنوع، ده يا هو ولا ما يا هو؟ أنا ما أعرف. يا هو؟ اسمه زين المحارم، يعني علموا الناس اللي بيحضروا كيف تزني بأختك. إخواننا ده بيشبهنا نحن؟ خلاص؟ فده يا إخواننا حرام. حرام. لو انت جبت شاشه في البيت جيب فيها محاضرات، جيب فيها كلام عن التوحيد، جيب فيها تعليم القران، جيب فيها تعليم اللغه العربيه، جيب فيها تعليم الفقه، جيب فيها الشيخ ابن عثيمين وابن باز والالباني وغيره من الخير اللي بتلقاه موجود. خلاص؟ وده يا اخواننا كله قاعد يشيل والله ياثر على الطلبه ذاته في استيعابهم. الناس الزمان ده اللي بيحفظوا حفظ عجيب، وناس شاطرين في رياضيات وغيره، لكن ناس ما فاهمين اي حاجه. واحد تلقاه في سنه سابعه والله اسمه ما بيعرف يكتبه. انا ما عارف نطط الفصل كيف؟ جابوه بدرداقه ولا كيف؟ عرفته؟ ما فاهم اي حاجه. والله ما فاهمين، واحد ما بيعرف يقرا. عرفته؟ واحد من الطرائف اللي قال بيقراها قال الاستاذه بتقريهم في انجليزي. وهي الخريجه النوع اللي بيخلط في الجامعات. قال بتقريهم انجليزي ثرو عبر يعني. قال بتقرا طهرو. يلا يا اولاد all of you say طهرو طهرو
واحد قال للأستاذ دي ما قليلة أدب، يغسروه يغطهروا بتاع شنو؟ فدي دي دي قالت هي دي قالت شنو يا ناس؟ فدي أخواننا نحن مجتمعنا جايط، عشان كده أخواننا دور الأب، دور الأب ولو أكلوا كسرة بموية دور كبير جدا. وإنه يعلم أولاده ديل ويعلمهم القرآن. وأنا أبشرك التعليم الديني اللي في مخيلة السودانيين الآن إنه بودوا له الود اللي بيكون ما فاهم حاجة، يقول لك الود ده يا أخو الله ما شاء الله أولاده أخوانه يتعلموا ومشوا لقدام، لكن هو ما نافع على الأقل كده يشوفوا له قرآن ولا حاجة يحفظها. يا زول القرآن بالمنزل الحضيض دي، ربنا قال وإياكم ميتة فهم فيه شركاء ساء ما يحكمون، زي نصيب المشركين لله سبحانه وتعالى. القرآن بيفتح له عقله يحفظ، ياخذ الحفظ كلام الله، ما يحفظ الخرمجة الجابة القراية دي، ها؟ زول حفظ كلام ربنا، ما يحفظ جدادي يلقط الحبة ويجري وهو فرحانة كأن عيونه خرز له في الشمس ألوانة، ها؟ زول حفظ كلام الله، ما يحفظ جداول الضرب والهوس ده، حفظ كلام رب العالمين. ولذلك الناس يا أخواننا تهتم بالتعليم الديني ده، وتعلم عند الناس الصحيح صحيح بيعلموك دين صح كويس، امشوا لي قدام. أنا ذاتي شكلي مركتة من الموضوع مش، فالمسلسلات دي ما بتجوز يا أخوان، زول ما يحضر نهائي. وكلمة مسلسل معناه كذب، كذب. يجيبوا ممثل وممثلة راقدين، دي مرداك، هي مرته ما مرته، والناس اللي بيحضر والمنتج المسلسل والعرض المسلسل والتلفزيون ذاته عارف انه ده كله كذب، دي ما مرته. فده يا اخواننا كلام الزول يا اخواننا يخشى الله سبحانه وتعالى، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب